أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هلا. ننتقل إلى فقرة الكاتب الصحفي المتميز والساخر محمد السحيمي والفقرة الخاصة به والتي تأخرنا بها. نعتذر له ونعتذر لكم. أنا متأكد أن الكثير منكم ينتظر تفاصيل هذه الفقرة بكل ما فيها من جمال روح هذا الكاتب الساخر الرائع. أنا من قراء هذا الرجل الجميل بأمانة ومن متابعيه، طبعا من حقي اني اعبر عما في نفسي، ولا لا يا محمد؟ خلاص احنا في زمن الشفافيه. اذا انتقل لك حتى نكسب الوقت. وش اخترت لنا الليله يا محمد؟ يا سيدي، اولا يا اخ البدري سناء وسنا رحم الله زمانا اطلعك، يا سلام الزيد سابقا ايام الحقبه الجميله اللي هذه ريحه عطرها عيت تروح، وسلام العلياني الان في زمن التلبس والشعوذة. سأدخل مباشرة في الموضوع احتراما للوقت يا سيدي الفاضل. أصدر سماحة المفتي، وأعتبرها تدشين حملة ضد الدجالين والشعوذة والرقاة، ما يسمون أنفسهم بالرقاة الشرعيين ومفسري الأحلام وكل رموز أو مظاهر التخلف الفكري والسلوكي والنفسي لدينا. سماحة المفتي بهذه الفتوى أو بهذه الحملة البداية هو في الواقع يكفر عن الفتاوى السابقة لمشايخنا الأكارم الأفاضل الذين سمحوا لهؤلاء الرقاة، لهؤلاء الدجالين، لهؤلاء المشعوذين أن يمارسوها باسم القرآن العظيم. سماحة المفتي الآن يعود بنا إلى ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم. قبل ذلك لابد أن أشير، الآن الراقي من يسمي نفسه راقيا شرعيا الآن هو يأخذ رخصة من وزارة الشؤون الإسلامية، هي التي تجيز له أن يأكل أموال الناس بالباطل وأن يشتريها بآيات الله ثمنا قليلا. نسأل دائما، وكتبنا ويا ما كتبنا، هل البركة في القرآن العظيم أم في الشخص في نفثاته ورفساته ولكماته؟ طبعا المعروف بأبسط الناس، عند أبسط الناس، أن البركة في القرآن العظيم. والقرآن العظيم أنزل سورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال عنهما سيد الخلق فداه كل من خان رسالته وشوه تعاليمها. ماذا يقول عنها سيدنا؟ يقول ما تعوذ أحد بخير منهما. إذن أنت لديك أفضل ما يمكن أن تتعوذ به، فلماذا تلجأ إلى شخص آخر وإن كان باسم القرآن أو ينفث عليك من القرآن؟ كم وصلت قيمة قارورة الصحة يا محمد؟ كم وصلوها الآن؟ سم. قيمة القارورة كم وصلت الآن؟ طيب أنا خابرها بخمسين أول أذكر كانت بخمسين. لا هي بخمسين بس يحسبونها بالدولار واليورو زي ما أنت عارف. لا حول ولا قوة. اسمح لي أنا أتساءل، هل سمعت عن صحابي جليل في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أو تابعين بعد فترة حقبة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل سمعت من أثرى بالنفث بالرقية إطلاقا؟ لا متى جاءت هذه البدعة، بدعة أن تقرأ وأن تعالج بالقرآن العظيم؟ وبالمناسبة تفسير شفاء لما في الصدور لها تفسيرات أخرى لغوية معروفة، يعني عنتر حينما يقول لقد شفى نفسي، يعني زي بلغتنا الدارجة يقول برد سبدي، هذا المعنى القرآن. نعم القرآن العظيم شفاء روحي للمؤمنين به. نعم. ما حد قال لك يا محمد، عفوا، ما حد قال لك يا جيتك عين ولا ترى فيك سحر يا محمد خلنا نقرأ عليك طيب أنا حقول لك نكتة مدام أنت اللي شخصنتها. أنا صار لي موقف قبل سنة 2006. نعم. اتصال من منطقة ما، من أخ ما، مشعوذ ما. نعم. قال السلام عليكم. أي نعم، ماءات كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حال السعودية؟ قلت بخير ما شاء الله. الرجل فهم أني امرأة، فهم من صوتي أنني أنثى امرأة. نعم. فصار يحدثني على أنني امرأة. والله يا أختي أنا رأيتك البارحة في المنام ونبهني الملك أن أنقذ أختك. الله. أختك ستموت خلال شهرين. يعني شهر ونص ما ينفع. هذا الكلام قبل سبع سنوات. الشاهد أنا استحليت الشغلة، أنا أبحث عن النكتة.
أنا أبحث عن النكتة والموقف الظريف، فإذا كانت هي اللي تبحث عني أهلا وسهلا. نعم. فأنا مثلت الدور معه، أحبك في الله يا أخي. نعم. ماذا رأيتني؟ وبدأ بالتفصيلات، أنت مسهورة وسحرك موضوع في مقبرة في قبر لا تستطيعين الوصول إليه. إيه؟ نحن من منطقة الواق واق، أنت إيه؟ أنت في الرياض لا تستطيعين الوصول إليه، لكن نحن في منطقة ما من آخر أدغال أفريقيا. إيه؟ نستطيع أن نصل إليه. كيف عمزة. ذلك كيف يتم ذلك؟ لابد أن تودي في الحساب ثمن 4 ثيران. قلت والله البلد عندنا مليانة ثيران، ليش أروح لك وأذبح ثيران من عندك؟ قال لا لا، الثيران اللي عندنا غير، ثور بني، ثور أسود، ثور فوشي. ثم لما أنهيت المقابلة معه، أنهيت المكالمة حتى لا أطيل على المشاهدين، قلت والله أنت أخيب مشعوذ مرة في التاريخ. لا. أولا لا تفرق بين صوت رجل وامرأة. ثانيا من 20 مليون سعودي يطب حظة في محمد السحيبي الذي يرفض هذه الثقافة جملة وتفصيلة. أرفضها لأن محمدا عليه الصلاة والسلام رفضها. محمد عليه الصلاة والسلام حينما جاءت خادمة المسجد التي كانت تنظف المسجد، إنسانة بسيطة وعامية، خادمة تنظف المسجد، فقالت يا رسول الله إني أسرع، فماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى التربية الحقيقية ونبذ الشعوذة وعدم إعطاء فرصة لها وشرعنتها، لعدم شرعنتها. محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهذه المرأة السيدة العجوز؟ قال إن شئت، قالت إني أسرع، يصيبها حالة صرع. قال إن شئت دعوت لك، ما قال أنفث عليك وأقرأ، قال إن شئت دعوت لك ويشفيك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت هذه العجوز بل أصبر يا رسول الله ولي الجنة، ولكن أدعو لي أنني إذا صرعت، إذا جاءتني حالة الصرع، أن لا أتكشف أمام الناس، أن لا تبدو سوءتي للناس. محمد عليه الصلاة والسلام كما قلت، يعني القرآن العظيم نفسه، الشيطان نفسه ينصح أبا هريرة بآية الكرسي، فما بالكم، ماذا كيف تحكمون؟ من الذي ابتدع فكرة أنه لابد أن ينفث عليك شيخ معين؟ هذه يعني نقطة، إذا سمحت لي أنا أسترسل وحاول أن أدرك الوقت، عندي كلام كثير، لأنه عندنا دقيقتين يا محمد، عندنا دقيقتين أختم فيهما يا سيدي الفاضل حبيبي. لابد سنجد أنفسنا، وأعتقد أن سماحة المفتي بدأ بهذا الآن، لابد أن نكون، إما أن نكون مؤمنين حقيقيين نؤمن بالقرآن الكريم جملة وتفصيلة، ونؤمن به حرفا حرفا، ونعتقد بما ينص القرآن، ولا يفلح الساحر حيث أتى، المعوذات موجودة، الآيات التي تحمي وتتعوذ بها من نفسك موجودة، تقرأ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإما أن نعترف أننا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وللأسف الظاهرة الموجودة الآن تؤكد كلامي هذا، بدليل أن أكثر شعب يقرأ القرآن، وأكثر شعب يصلي، وأكثر شعب مهتم بالإسلام وتفاصيل الفقه الإسلامي، ومع هذا لا نتورع عن الإيمان بالتلبس مثلا. التلبس خلفه المسلمون كثير، وآخرهم علي مشرف العمري الذي أمضى، هذا الرجل أشجع رجل في المملكة، بعد 15 سنة بعد أن أثر ثراء فاحشا من النفث والقراءة، اعترف أنه عن طريق الأطباء النفسانيين أن هذه الأمراض التي كان يعالجها 96% منها غير صحيح، أمراض نفسية وذهنية لها علاجات ولها حالات في المستشفيات تعالج معالجة طبيعية. نعم. القضية هذه لابد أن نكرسها في الناس. أما إذا أمن أن الجن يتلبس بنا تلبسا ماديا، فوالله يا أخي شطارتهم، يا معشر الجن، يا أخوان الجن، في جن مسلمين تكفون، روحوا تلبسوا بخشش الظلمة، هذول اللي الذين يقتلون الناس، روحوا فيهم، أما تتركونهم وتجون لسلامة الزيد ومحمد السعيني هنا، ما سوينا شيء. محمد الله يجعلهم بعيد عنا يا حبيبي، وعن المشاهدين، وعن هم كل بعيدين والله، رب العالمين أبعدهم، ويكفينا شر 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 الإنس، شر الإنس، يكفينا شر الإنس، هو الإنس أهم شيء من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. على فكرة الإنسي، عفوا، الإنسي الذي لديه علم بالسحر هو أقوى من الجن. في قصة سليمان الذي جاء بالعرش قبل أن يفتح سيدنا سليمان عينه، والذي عنده علم من الكتاب،
آدمي بشر وليس جني. الجني قال أجيبها يعني خلال فترة النوم قبل أن تقوم من مقامي. نعم حليني بقى حليني. حاجز على الخطوط السعودية. وأنا مضطر يا محمد إني أشكرك شكر جزيل، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة بوقت ومتسع أكبر، نعطي فيه مساحة للرائع الساخر الجميل محمد السحيمي، اللي أكرر أنا من أول قراءك وعشاقك أيها الجميل، وأنتم أيها الرائعون خلف هذه الشاشات يا هلا. يقول لكم غدا يجمعنا لقاء جديد في أمان الله، تمسوا على ألف خير.